غيرها من قبل. هذه تقريبا الأسئلة اللي عندي كلها خلصتها، الحين بشوف الأسئلة. صوتي قطع، طيب آسفين، إن شاء الله نضبط. طيب أنا كدكتور، ممتاز الصوت دكتور. طيب أنا كطبيب عام حديث التخرج رايح أتوظف في عيادة خاصة، كيف أقدر إذا الراتب مليء لي ومناسب أو المفترض أنه يكون أكثر؟ طيب كيف تعرف أن الراتب هذا لك كويس ولا لازم؟ ما ذكر لكم أنت كبدايات بيكون راتبك من 4 إلى 7، أنت شوف والله راضي بخمسة راضي بستة ما عندك مشكلة، لكن لا تطمع أنه تقول بيعطيني 10، لا، نادر جدا أو ضعيف. ممكن تكون بمدينة طرفية، مثلا تكون في نجران، في الشمال، تكون مثلا في منطقة الوسطى، تكون مثلا في أطراف الرياض، يعني مكان ما في أصلا أحد. فهنا لأنه ما راح أحد يجي يقدم على وظائف يزيد من الراتب حقك شوي. إيه ممكن تصير. كيف تعرف أن الراتب كويس ولا لا؟ زي ما قلت لك، أنت خلال ال3 شهور هذه الأولى تشوف والله أن الدخل حقك كويس، والمرضى قاعدين يجونك كثير. يعني والله أنا الشهر هذا دخلت 60,000 70,000، واخر شيء يعطيني راتب 7000 ريال. لما تخلص ال3 شهور اقول معليش تعطيني نسبه 50 50 ولا بمشي انا؟ ليش؟ والله انا قاعد ادخلك 60,000 70,000، يعني النص بالنص بيني وبينك خلاص يكون امان لك وامان لي، او تزود راتبي الى 12,000 13,000. فانت ال3 شهور الاولى تعرف الراتب والدخل حقك كويس ولا لا. طيب اذا استلم في مقابله يقول كم تتوقع راتبك؟ ايش المفروض؟ تقول له الراتب انتم تقررونه مو انا، كذا بكل بساطه تقول انتم تجاوبونه. إذا قال كم تقول لا أتوقع ما يتجاوز 10، تعطي سقف أعلى ما تعطي سقف أقل، فتقول إنه ما يتعدى 10. هنا معناته بيعطيك 7، بيعطيك 8، بيعطيك. وطبعا يسألونه كثير هذا، كم تتوقع راتبك؟ المتوسط اللي أبعد عنه هنا، ماني فاهم إيش المتوسط تبعد عنه. طيب أنا وقعت عقدي الأول قبل فترة في عيادة جديدة والافتتاح قريب، وعيادة تخصصية فيها استشاريين وأغلب التخصصات، والعقد كان 30% من الأرباح بدون راتب. انصدمت إنك تقول الرقم هذا قليل والمفروض إني ما أقبل. طبعا هنا يقول لك 30% من الأرباح، ركز معي، 30% من الأرباح معناته إنك أنت دخلت الشهر هذا مثلا 100,000، تمام؟ هذا الدخل العيادة. طيب نخصم منها 10,000 حقة المعمل، ونخصم منها 20,000 حقت الأدوات اللي انطلبتها من المندوب، كم بقى لك؟ بقى لك 70,000. ال70,000 هذولي راح يعطيك منها 30%، ما راح يعطيك من المية كاملة، فهو يقول لك من الأرباح يعني من الصافي يعطيك 30%. هذه أنا أشوف أنها قليلة، أبدا قليلة، يا يعطيك 40 أو 45 أو 50 50، هذه في أعلى الأشياء. طبعا هم ليش يعطونك 40؟ لأنه هو عليه راتب الممرضة، لا تنسى الشيء هذا، فهنا يزودون نسبة 10% لهم، لأن يقول أنا أدفع للممرضة كمستشفى. العيادة افتتاحها قريب إن شاء الله في أغلب التخصصات، طبعا يبغى لها وقت علشان يكون فيها دخل صراحة، إلا إذا كان التسويق عندهم مرة عالي ممكن خلال 6 شهور يصير الدخل عندهم كويس. طيب سمعنا إن في بعض العيادات الخاصة تكلف الجي بي في أعمال ثانوية بالإضافة إلى الحالات البسيطة جدا، تكلفه بأعمال ثانوية مثل إيش؟ يعني مسك إدارة. طيب إذا مسك إدارة بيعطيك راتب عليها، وأنت والله حاب الإدارة، أيوة حابة، ما أنت حابة لا. طيب يعطيك الحالات البسيطة، أي نعم، لو اشتغلت بعيادة كلها تخصصية عندهم دكتور تركيبات ودكتور علاج عصب ودكتور حق تقويم ما راح يجونك الحالات هذولي. لكن الدكتور حق العصب جاه مريض ويبغى له تنظيف ويبغى له حشوات، فيقول ماني مضيع وقتي، أعطوه الجي بي خلوه يخلصه وبعدين جيبوه لي مرة ثانية. حق التقويم نفس الكلام، يقول ما انا مضيعين وقتي علشان اخلع السن، خلاص حولوها لا خليه يسوي الخلع بعدين رجعوا لي. ففعلا العيادات التخصصيه ولو فيها استشاريين يصير يعطونك الحالات البسيطه. طيب دكتور تنصح ان الدكتور يبدا كمساعد طبيب اسنان في عياده كبيره قبل ما يكون طبيب وياخذ خبره وتقنيات احسن، بعدها يدخل طبيب في عياده في مكان فرعي؟ نصيحه جدا كويسه، ما عندك اي مشكله اذا انك انت تشوف انك ضعيف شوي. يعني انا والله حاب اني استفيد في التركيبات، او حاب اني استفيد مثلا في عمليه في علاج العصب مثلا، فانا اشوف اني والله ضعيف فيه، اروح اشتغل مع العيادات ذولي الكبيره، بس اني ما اشتغل معهم سنه كامله، لا اشتغل شهرين 3 شهور خلاص كفايه، استفيد منها معلومات وفائده، بعد ال3 شهور لما يخلص فتره التدريب اقول معلش انا بوقع معكم عقد على اساس اني دكتور اسنان، والا مع السلامه، تطلع من عندهم تشتغل بعياده ثانيه. لكن تاخذ اكثر من 3 شهور على اساس انك مساعد وانت طبيب اسنان، لا اشوف انها لا مو كويسه صراحه. انت درست 7 سنين ترى عندك معلومات، بس يبغى لك ثقه فقط.
طيب إذا أنا موظف حكومي هل يحق لي العمل بالقطاع الخاص؟ زمان كان ممنوع، حاليا مسموح. طبعا في توصيات قبل تقريبا شهرين أو 3 شهور من مجلس الشورى أو مجلس الوزراء، واحد منهم ما أعرف الفرق بينهم، أنه يسمحون لموظفي القطاع الحكومي بالعمل بالقطاع الآخر، كذا كان، بحيث أن أنت شغال مثلا مدرس في مدرسة، لما يجي في الليل تشتغل في بنك أو تشتغل في أي مكان ثاني ما عندك أي مشكلة. الموضوع مو على الأسنان، على جميع موظفين الدولة بما فيه حقنا الأسنان. أنت شغال في مستشفى حكومي، لما تخلص تروح تشتغل بعيادة خاصة. فهذه كانت التوصيات، واللي ماشيين فيها الحين تقريبا أنهم مسموح لهم، يعني بشدد بقوة يمكن لا، بس اللي نعرفه أن الفترة الأخيرة لا. How can I apply for the job in a private clinic؟ طيب كل الكلام هذا قلناه، ماني فاهم السؤال، إذا في نقطة معينة ما هي واضحة لي معليش يا ريت توضح لي. طيب كيف أطور من نفسي وأنا أشتغل في عيادة خاصة؟ طيب جميل جدا، هذه بتكلم لها الحين على جنب. لو سألوني هل لو جاك وظيفة حكومية إيش بتسوي؟ تقول لهم وقتها راح أقرر. إذا كان دخلي عندكم كويس والعمل كويس لا ما راح أوافق بالوظيفة الحكومية. ويمكن وتقول لهم كذا، يمكن تجيني وظيفة حكومية في مدينة بعيدة وأنا ما أبي أروح بعيد عن أهلي. فهنا يقتنعون، يقول لك خلاص فعلا انت والله تبي تجلس عندك تبي في الرياض وكذا. انت وقتها تقرر، يمكن فعلا تجيك وظيفه بعيده مره وانت في الخاص قاعد تشتغل كويس وترفضها نفسا. واعرف اشخاص كثير جاتهم وظائف حكوميه ورفضوها، اعرفهم شخصيا وزملائي لي جاتهم وظائف حكوميه قالوا لا. طيب معلش دكتور، كيف اقدم على الاتاتشمنت ورسومه؟ ممكن تكون اليه الاتاتشمنت هذا يكون في مستشفيات حكوميه ما لها اليه معينه، لكن المستشفيات تبع وزاره الصحه، الرسوم حقها 2000 ريال في الشهر. تقدم عن طريق المستشفى، تروح للمستشفى نفسه تقول ابي اتاتشمنت تخصص فلان، يعطونك ورقه يقولون موافقين عليها، تروح للشؤون الصحيه تعطوه وتدفع الرسوم، بعدين يعطونك خطاب انك تبدا العمل. المستشفيات غير وزاره الصحه اللي مثل قوى الامن، مستشفى الشميسي، مستشفى الحرس الوطني، مستشفى العسكري، لا هذه مستشفيات من نفسها، انت تجيهم تقدم عندهم، رسومهم عندهم ممكن تكون اعلى ممكن تكون اقل، ممكن تكون مجانيه بعد، بس حق وزارة الصحة لآليتهم واضحة. هل في إمكانية تتكلم عن الدراسات العليا؟ هذه يليت كلها موضوع ثاني، وأبشر بساعتكم راح نتكلم فيها بيوم ثاني بإذن الله. فين في جدة ممكن أحصل أتاتشمنت يخص التركيبات؟ في دكاترة كثير يسوون أتاتشمنت في المدن الطبية، في تقريبا مدينتين طبيات أو 3 مدن في الجدة وكلهم يسوون أتاتشمنت يعطون. طيب وش تنصح الواحد يكمل دراسته ولا يجلس جي بي؟ طيب يعني يكمل دراسة أو جي بي هذا عليه خلافات كثيرة. في بعض الناس يقول لا الجي بي لي أنا كافي، والله تعبت من الدراسة مثلا أو أن الدخل عندي كويس خلاص ما أبي أكمل. لازم الواحد يفهم أنك أنت كجي بي ترك تشتغل 70% من حالات الأسنان كاملة. أي مريض يجيك أسنانه تعبانة 70% من الشغل عليك أنت كجي بي تشتغل له، 30% هي المتخصصين، تلقى الروت صير له كيرف، وزدم تيث صير له امباكتد يبغى له سيرجري، أورثو أو زراعة واحد خلع لسنه، لكن باقي الشغل كله عليه، حشوات، تنظيف، قص اللثة، تبييض الأسنان، الأطفال، هذه كلها أشياء أنت تقدر تسويها، السمبل إكستراكشن كله عليك أنت، التركيبات تقدر تسويها أنت كاملة. ففي شغل كثير على الجي بي يقدر يسويه، والأشخاص اللي قاعدين يدخلون 50,000 70,000 و100,000 وهم جي بي لأن هدفهم يقول لا نبغى نبقى جي بي، لكن قاعد أدخل فلوس. وخلاص وراضي انا في مبغى كم دراسات عليا. فما اقدر انصح الواحد انه يكمل او لا بناء على الشخص. طيب اذا كنت فعلا زي ما قلت بعد التخرج اختار ترتيب زياده، هل نوعيه الدورات اللي ناخذها وين تتوفر؟ كيف طريقتها علشان احسن من شغلي؟ هذه الاعلانات لها كثيره في تويتر، تتابع جهات معينه مثل الحساب اللي قاعدين نسوي منها المحاضره اليوم، قاعدين ينزلون دورات كثيره، وفي حسابات كثيره في تويتر قاعده تسوي الدورات او تعلن لها دائما. فما في جهة معينة هي اللي ماسكة الدورات كلها، لا. فأنت تبحث عن الدورات اللي أنت تبغاها، بالتخصص اللي أنت تبغاها تلقى لها إعلانات كثيرة، ممكن لو تكتب دورة إندو أو دورة علاج عصب، دورة تركيبات في تويتر بتطلع لك دورات كثيرة، تشوف من اللي راح ومن اللي باقي. طيب يعني تنصح بعدم الاستمرار في الخاص إذا جت وظيفة حكومية؟ لا. ما أنصح أنك تستمر في الخاص ولا أنصحك أنك تتركه وتروح للحكومي، أنت بنفسك تقرر الشهادة بعد ما تجرب. كثير أشخاص دخلوا الخاص ما طلعوا منه، حبوه. وفي اشخاص دخلوا وفشلوا وطلعوا منه. فانت وتجربتك. يا ريت تعطينا تفاصيل افضل عن الوظائف الحكوميه، هي يعني الخبره المعدل.
وظائف الحكومية زمان كانت على المعدل والأقدمية فقط، الحين صارت معدل وخبرة وأقدمية، بس هذا اللي تغير. طبعا تغير في اللي هو في العقود التشغيل الذاتي، في أمل أن يتوظف وظيفة حكومية وأنا خريج حديثة وما عندي خبرة. إيه نعم، في كثير تخرجوا على طول حصل وظائف. السبب ليش؟ إنه معدل عالي، معدل عالي يعني أتكلم فوق 4-4.5، فوق 4 بالنسبة للعيال، فوق 4.5 بالنسبة للبنات. هذولي في أمل، في أمل كبير. يعطيك العافية دكتور، شكرا. كيف أعرف أساسيات متوفرة أدوات واحتياجها؟ طيب ذكرت له قبل شوي، كيف تتجنب المخالفات؟ المخالفات إذا كانت مخالفة على مريض مشتكي عليك أنت اللي تتحملها، لأنك أنت اللي سببت المشكلة. أما إذا كانت مشكلة على العيادة، والله لأن الأدوات هذه ناقصة، لأن الأدوات ما تعقمت، لأن الشهادة ما صار لها كذا، لأن الأدوات هذول ناقصات، ليش ما جبت مثلا 5 هاند بيس؟ هذه تتحملها المركز، مو أنت اللي تتحملها، هم يتحملون المشكلة منهم، هم من التأسيس. طيب دكتور، بعض العيادات الخاصة تفتح لك مجال كجي بي تشتغل تقويم وزراعة ورست مولر، بعدها ما يعطونك دورات، تنصح بالقبول فيها ولا؟ لأني صراحة رفض قبول جميع الشكاوي حقت شؤون الصحية. لو لقوك تشتغلها أو موجودة في عيادتك راح يسحبون الرخصة حقتك ويعطونك غرامة، ممكن توصل للإيقاف. هي الزراعة والتقويم، لو دخلوا العيادة وحصلوا عندك زراعة وتقويم خلاص يومك أسود، لكن غير الزراعة والتقويم ما عندك مشكلة، تشتغل عادي ما في أي مشاكل. العيادات اللي يجبرونك أو ينصحونك كذا، معلش وقف في طرقهم، أنت قسمت على أنك تسوي شغل كويس، فكيف تسوي زراعة وأنت ما تعرفها صح؟ كيف تسوي تقويم وأنت ما تعرفها صح؟ بتدفع المريض 5,000 7,000 10,000 وفي الأخير إيش؟ فانتبه للنقطة هذه، ما عليك منهم أبدا. طيب هل أقدر أشتغل وأدرس مع العلم أني كنت دراسة بكلية خاصة على حسابي؟ إيه نعم، تقدر تدرس وتشتغل عادي، وفي أشخاص قاعدين يدرسون وبنفس الوقت يشتغلون. لو كانت النسبة من الصفر كم المفروض تكون؟ إذا كانت النسبة من الصفر هذه معناتها أنها بدون راتب، تمام؟ يعني النسبة دائما مربوطة في الراتب، إذا فيها راتب ولا ما فيها راتب. وهذه شرحتها مقطع فيديو كامل، أي واحد يتواصل معي في تويتر أو في أي مكان راح ننزل لهم الرابط هذا. وش الحالات اللي اشتغلها والحالات الممنوع عنها؟ زي ما ذكرت، الممنوع عنها نهائيا اللي هو علاج، اللي هو الزراعة والتقويم. في ناس يقول لك علاج العصب ضرس كمولر ممنوع عنك أنك تسويه، لازم أخصائي. وفي ناس يقول لك لا مسموح، لأنك أنت في الكلية كمطلوب عليك الريكويرمنت، زي الكراون وزي البريدج مطلوب عليك، فأنت تقدر تشتغل عادي. لكن التقويم الزراعة ما هو مطلوب علينا في الكلية، فممنوع أنك تسويه. بالنسبة للحالات الفنيرة اللي تعطى للجي بي، رأيك فيها؟ كويسة جدا. هل المعدل يعتبر أهم شيء بالتوظيف قطاع خاص؟ لا أبدا، ما يفكرون فيه، ما يهمهم كثير، ما أقول ما يفكرون بس ما يهمهم كثير. هل المفروض أكون ملم بجميع الأدوات والمواد اللي أطلبها بنفسي؟ أفضل لك، أفضل لك بكثير أنك تكون عارفها، يعني ما تطلب شيء ما تعرفه وشو، واللي ما تعرفه ممكن تستعين بزملائك. طيب دكتور، مسموح للمولر والخلع الجراحي للجي بي والعمل تحت دورات معتمدة غير مصنفة كالتقويم الزراعة؟ التقويم الزراعة ممنوع، عندك دورات ولا ما عندك دورات؟ عن جي بي ما يصلح لك. إذا تبي تشتغل زراعة وتقويم لازم الشهادة حقتك اللي موجودة في العيادة مكتوب أنك مرخص للعمل كأخصائي تقويم أسنان أو أخصائي زراعة أسنان. إذا مكتوب فيه كطبيب أسنان عام ممنوع عنك. العيادة الخاصة يهمهم توصيات الدكاترة الجامعة، هل ممكن يطلبها ويشوفونها يقرونها؟ أنا ما أعرف أحد صراحة طلبوها منه أبدا، ما أعرف أحد طلبوا منه requirement recommendation توصية، بس لو كانت موجودة معك أيوة كويس، راح ترفع من مكانتك أعلى. هل أقدر كطبيب أسنان عام أفتح عيادة بنفسي؟ وإذا أي كم تكلف؟ ما أنصح أي شخص أن يفتح عيادة أو أن يفتح مركز لين يجرب الواقع كيف قاعد يصير. يعني الفكرة هذه كانت موجودة عندي أول ما تخرجت، منين ليش ما أفتح عيادة، كم سعرها، ما أدري إيش، ورحت وسألت وكذا وعرفت تقديراتهم. طبعا التقديرات تتغير، يعني قبل 5 سنين الحين مختلفة تماما مع الاقتصاد ومع الرؤية ومع الأشياء اللي تغيرت، فما أقدر أعطي معلومات الحين وأنا على معلومات القديمة. لكن ما أنصح أي أحد يفتح إلا لين يجرب، اشتغل بعيادة الخاصة 6 شهور سنة، شوف كيف الوضع قاعد يصير، كيف تلم الوضع، وش الأشياء تركز عليها، وش الأشياء تدفع عليها أكثر، وش الأشياء لا، وبعدين تبدأ تفتح بنفسك. ممكن تتكلم عن الدراسة؟ إيه نعم. هل أقدر أتناقش مع العيادة قبل ما أبدأ في نوع الحالة اللي أشتغلها؟ يعني مثلا أقول لهم حالة الخلع ما أقدر أمسكها، أو مثلا البروسو ما تقدر تقولها في البداية، لكن توقع العقد معهم وتمشي،
وبعد ما يبدأ الشغل يجيك المريض والله عنده خلع، تقول له والله أنت محتاج خلع، والخلع هذا شوي معقد، وإني أنا طبيب أسنان عامة بأظلمك، فلو تروح لأخصائي أفضل، أو في الدكتور اللي بجنبنا مثلا في العيادة الثانية يشتغل لك، وخلاص يحولنا المريض عليه. وبعدين تكلمهم تقول والله إن الحالات هذه شوي معقدة، في الأيام الجاية بطور نفسي إن شاء الله واستفيد وأقدر أزين. لكن تقولهم في البداية أنا ما بشتغل كذا وكذا، يقول له توكل الله، أنت جاي وتتشرط بعد، في غيرك 70,000 واحد، فما يصلح إنك تقولها في البداية. هل لو تدربت في حكومي بعد الامتياز تعتبر أخذت خبرة تفيدني في التوظيف؟ في التوظيف الحكومي لا ما تفيدك، لأنها لازم إنك موجود في التأمينات الصحية، التأمينات إيه، فالتدريب في الحكومي ما رح يفيدك. كم المعدلات اللي تخلي الحكومي يقبلني عن غيري؟ قلت البنات تقريبا فوق 4.5، العيال فوق 4، هذا بالنسبة للتوظيف الأخير، الجاي ما أدري. دكتور لو اشتغلت اندو مولر وصارت لي مشكلة مثلا بيرفوريشن، هل المصيبة علي لأني غير مؤهل للاندو؟ أنت تحاول تشرح للمريض أنت تحاول تشرح للمريض أنه خلنا نبرفريشن، بيرفوريشن هذا غلط منك، معلش هذا شيء ما يتوقع، لكن تحاول تشرح للمريض أنه صار في مشكلة، أو أنه مثلا حفر بزيادة، أو أن السن خلاص ما نقدر نعالجه، وأنه مثلا يتحول الخلع، أو تروح لأخصائي علاج عصب مثلا في مستشفى ثاني، أكيد أنك تعرف أخصائيين علاج عصب يزينونها وتحول إلى عليه وتروح. لكن نقول مثلا طريقة ثانية، أنه لو انكسر فايل داخل القناة، وهذه صارت معي شخصيا وتصير مع كثير من الناس، والدراسات حقت الأندو تقول لك 80% من الفايل أنه يصير له بروكن عادي، كثير من الفايلات يعني سووا إحصائية على عدد كبير من أطباء أسنان، لقوا 80% سبق أن انكسر معهم فايل لو مرة واحدة خلال هالسنة 4 سنوات، انكسر مرة واحدة معه. فالفايل أنه ينكسر هذا طبيعي، حتى لو راح اشتكى في الشؤون الصحية وجوك وغرموك وحطوا عليك شيك ومدري إيش، تقدر تحججهم وتقول هذا شيء طبيعي، لو استشاري ولا بروفيسور راح يكسر فايل عادي جدا، القناة تكون لافة مدري إيش، في أشياء ثانية صايرة فانكسر عادي جدا. لكن لو صار برفريشن لا، هذه مشكلة منك أنت. لكن لو أقنعت المريض وفهمته بحيث أنه ما يرفع عليك أي شكاوي أي مشاكل، هل أقدر أشتغل قبل الرخصة الهيئة؟ وش الفوائد المضار؟ طبعا مستحيل أنك تشتغل وممنوع عليك، ولو اشتغلت بدون رخصة راح تكون عليك غرامة وعلى المركز غرامة، فما تقدر تشتغل بالعيادة إلا إذا كان بيغطي عليك، يعني العيادة مثلا الواحد تعرفه فيقول لك تعال اشتغل لين تطلع الرخصة حقتك بعد شهر شهرين. لكن لو طبوا عليك وحظك ردي وجوك، هنا لا مشكلة. تنصحنا بإيش؟ بشيء معين في الامتياز؟ خلال سنة الامتياز حاول أنك تأخذها في أماكن مختلفة، لا تأخذها في مكان واحد، اكسب معلومات قد ما تقدر. الشغلة الثانية أنك تأخذ اللي هو الدورات. الشيء الثالث أنك ترسم خطة بعيدة، أنت بعد الامتياز إيش راح تسوي؟ عيادة خاصة؟ طيب تحاول تشوف العيادة الخاصة وش يطلبون، تكون علاقات، تحاول تسوي صور للحالات حقاتك خلال سنة الامتياز. إذا أنك توجهك العيادة دراسات عليا، من الآن ابدأ حظ الاختبارات المطلوبة أو الأشياء اللي لازم تسويها. هل الفنير مسموح للجي بي؟ أي عادي مو ممنوع، بس لو سويت فنير صار فيه مشكلة تعتبر عليك غرامة، زي لما تسوي حشوة تكون الحشوة فيها مشكلة، لكن الحشوة ما تصير عليها مشكلة إلا 300 ريال، 200 ريال، 400، فما حد ينتبه لها، والحشوة لو خربت أصلاً يركب حشوة ثانية وانتهى الموضوع، ولو ركب الثانية وطلعت غلط سوى علاج عصب وخلاص، فمشاكله محلولة. لكن الفنير أنت بردت أسنان، المريض أقل شيء بيدفع 10,000، فما راح يتنازل عنها، فلأن الفنير مبلغ كبير مشاكل كثيرة، لو اشتكى عليك راح تجي على رأسك. أنت كرخصة أنك تشتغل فنير إيه عادي. دكتور انفيزالاين ممنوع داخل السعودية؟ إلى الآن ما هم سامحين فيه. خارج السعودية إيه؟ دكتور أي شيء أفضل؟ وقتنا الحاضر أبغى طبيب أسنان بس أكسب خبرة، ولا كم دراسي وأخذ شهادة علمية ترفعني بنظرك أيهم أفضل؟ أنا أشوف أي أخصائي استشاري أول راتب له جدا مرتفع، عشان كذا درجة علمية أيهم أفضل، درجة علمية أم الخبرة؟ إذا أنت تبحث عن مبلغ وفلوس، طبعا على حسب شغلك، ممكن إنك كنت طبيب أسنان عام تدخل مبلغ حق استشاري، وإذا أنت تبحث عن مرتبة علمية طبعا الاستشاري أفضل. القرار هذا أنك تكمل أو لا هذا قرار شخصي، ما حد يقدر يتخذه غيرك، وأنا شخصيا لا خلاص. دكتور مشكور، بغيت مستشفى حكومي بالرياض أتدرب فيه بعد الامتياز بالبروسو، فيه الكلية الأمنية، فيه العسكري،
في قوى الأمن، في معهد محمد عبد الرحمن، فيه إشبيلية اللي هو شرق الرياض التخصصي، فيه شمال الرياض التخصصي، هذول كلهم فيهم اللي هو رؤية رؤية، هذول كلهم عندهم رسوم. السؤال يقول دكتور يا ريت تتكلم عن رؤية 2030 بليز، هذا في سؤال جاي قبل الدورة بتكلم عنه. دكتور التقديم على طريقة العيادة الخاصة، أروح بنفس العيادة وأعطيهم السي في حقي أو عن طريق الموقع مثل طاقات؟ جرب الاثنين كلها، طاقات وروح تقدم نفسك. طاقات في الغالب ما يجيك رد كثير صراحة، من تجربة شخصية، ما أدري عن غيري، بس من تجربة شخصية طاقات ما يردون عليك كثير، يعني هم يقدمون بس وكذا. لكن تقدم بنفسك أيوة يكون في رد. هل تقدم عيادة خاصة دايركت؟ إيه نعم دايركت. تنصحني توضع عيادة خاصة مركز أو مستشفى؟ وإذا توفر للاثنين معا زي ما قلت لك، إذا تبي نفسك وتبي دخل مركز أفضل لك، إذا تبي مستشفى فالمستشفى بتكون الحالات لغيرك وأنت بتجيك الأشياء الأساسية فقط، فممكن إنك تتطور بشكل قليل مو كثير. هل القبول بحكم معدل 4 ناس لبنات مستمر أو يقل؟ طبعا على حسب الدفعة، ممكن تلقى فيه بنت مقدمة بمعدل 3.5 لكن هي متخرجة من 6 سنين فتنقبل، لأن هي عندها أقدمية سنوات ومعدل، وتلقى بنت الحين توها متخرجة ومعدل 5 من 5 فتنقبل، فما هي ثابتة سالفة المعدل إنه كم. بس على التقديم اللي راح، البنات اللي انقبلوا ما أقول كلهم بس أغلبهم فوق 4.5 والعيال فوق 4، كم من المفروض تغير الفايل؟ اسأل حق الاندو، ما اقدر اعطي معلومة هو جي بي. لا ما اقدر. اقدر اشتغل كمساعد طبيب اسنان قبل ما اطلع الرخصة؟ اذا العيادة وافقت اشتغل. طبعا تشتغل كخبرة. ايش نوع الحالات اللي اشتغلها في الحكومي وانا جي بي؟ كل شيء ما عدا التقويم الزراعة. طبعا هل في محدودية اكثر من الخاص الحكومي؟ اي وش الاشياء اشتغلها في الحكومي؟ الحكومي تشتغل اندو انتيريور، بلب اكسرفيشن مولر، مولر تسوي سكيلينج، تسوي حشوات بجميع انواعها، خلع للاسنان المتحركه فقط الموبيليتي، بس تقريبا. والاطفال اذا كان متعاون تقدر تشغله، ما هو متعاون تحوله لاخصائي. هل محدوديه اكثر من الخاص؟ الحكومي محدود اكثر، الخاص فيه اريحيه اكبر، فعشان كذا كثير من الناس بالخاص. شخصيا صراحة ما شفت طبيب أسنان جي بي في الخاص، طبيب أسنان جي بي في الحكومي، وحق الحكومي أفضل من الخاص أبدا. دائما طبيب الأسنان الجي بي اللي في الخاص أفضل بكثير من طبيب الأسنان الجي بي في الحكومي. الحكومي أول ما ياخذ الراتب والحالات عنده محدودة والشغل عنده مقيد، الوقت عنده مقيد، فيبدأ يضعف، تلقى 5 شهور 6 شهور يبدأ ينزل 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 لين خلاص يبدأ تكون معلوماته ثابتة ومحددة. لكن بالخاص لا، معلوماته دائما مستمرة، يبحث ويسأل والحالات تجي متنوعة. دكتور هل صحيح إني ما أقدر أكمل دراسات عليا إلا بعد ما أخذ 2 سنين خبرة؟ على حسب الجامعات. طبعا تتكلم عن حكومي، يعني إذا وظفت وظيفة حكومية بعد 2 سنين تطلع دراسات، هذا حسب المستشفى. يعني مثلا المستشفى العسكري، مستشفى قوى الأمن يقول لك بعد 2 سنين نطلعك، الحين 2 سنين لازم تبقى عندنا إجباري جي بي. وزارة الصحة تقول إنه إجباري جي بي بعد 2 سنين نطلعك، لكن لو لقيت قبول توكل على الله، فبعد سنة بعد 3 شهور 4 شهور تلقى قبول يقول لك خلاص روح عادي. فوزارة الصحة بالقرار أيوة كاتبينه، لكن بالواقع يمشون عادي. أما المستشفيات الثانية لا إجباري. هل ما تشتغل دكتور اللي متخرج برا السعودية وما أخذ الامتياز برا ويبغى يشتغل في السعودية، لازم يختبر اختيار الهيئة وكم درجة العبور؟ لازم تعدي اختبار الهيئة والدرجة تكون أعلى من 542 من 800 أو فوق 57 من 100، هنا تعدي اختبار الهيئة تكون باس وتشتغل في أي مكان تبغاه. دكتور تعرف مستشفيات أو عيادات تعطي تدريب في المنطقة الشرقية؟ في دكتور عماد الشويمي بروفيسور موجود في تويتر راح يفيدك بالنقطة هذه. الخبرة اللي تكون في التأمينات عشان تفيدني في التوظيف الحكومي لازم أن تكون مسمى، دقيقة، الخبرة اللي تكون في التأمينات عشان تفيدني في التوظيف الحكومي لازم أن تكون مسمى طبيب ولا عادي أي خبرة؟ إيش مكان الخبرة فيها؟ ما عندي خلفية صراحة، بس أتوقع أنها لازم أسماها طبيب أسنان. يعني أنا والله مثلا عندي خبرة إني فاتح لي محل مثلا ومسجل اسمي في التأمينات فيه، ومحل بعيد عن مجال الصحة وفيه لي 2 سنين، ما أتوقع أنه راح يفيدني. لا
لازم انها تكون في المسمى حقك، في المجال حقك. في سؤال انا عديته قبل وقلت برجع له. يا ريت تعطيني افضل. لا ممكن. ايوه، كيف تطور من نفسك وانت تشتغل في العياده الخاصه؟ السؤال هذا والسؤال حق الرؤيه اللي هو 2030، كيف تطور نفسك في العياده الخاصه؟ في نقاط مهمه لازم تركزوا معي فيها. النقطه الاولى انك تبعد قد ما تقدر عن الاشخاص السلبيين. الاشخاص السلبيين تبعد عنهم قد ما تقدر. الشيء الثاني المهم، احنا الحين في مجال الاسنان، هل في احد منكم في الفتره اللي راحت قاعد يفكر المحامين اللي شغالين في المحاكم ومسكين قضايا كيف الدخل حقهم، كيف الوظائف حقتهم، كيف الدوام حقهم؟ ما اتوقع صراحه احد فكر بالشيء ذا. هل في احد منكم فكر بالموظفين حقين البنوك كيف وضعهم؟ ما حد فكر صراحه. نفكر في مجالنا، في تخصصنا. طيب انت الحين لما تخرجت واشتغلت بعياده خاصه، اللي قاعد يصير انه كثير قاعدين يفكرون بزملائهم او زميلاتهم اللي شغالات في الحكومي، دوامهم مثلا قليل، عندهم اجازات، راتبه عالي، مريحينهم، فيبدا يتذمر ويبدا يسب كثير، فيبدا يتحطم داخليا وهو ما عنده خيار، ما عنده وظيفه حكوميه يقدر ينقبل فيها. طيب انت الحين الغلط منك انت شخصيا. ليش تفكر بشخص، تقارن نفسك بشخص بعيد عنك؟ ترى نفس المقارنه قبل شوي لما كنت انت طبيب اسنان وتقارن في واحد في القضايا ولا واحد في البنك، نفس الحين انت في حكومي تقارن واحد في الخاص. لا، انت فكر بالخاص اللي معاك. انا شغال بعياده خاصه وزميلي شغال بعياده خاصه بالقطاع الفلاني، هو افضل ولا انا افضل؟ هنا ايوه اقارن ولي حق اني اعاتب ولي حق اني افتخر، لكن اقارن برا مجالي هنا لا، هذا غلط، مقارنه غلط، واكثر واحد خسران فيها انت بنفسك اللي شخص قاعد تقارن. فتحاول تبعد قد ما تقدر انك تفكر بالاشخاص اللي في الحكومه، خلاص جاهم رزقهم والله يوفقهم ويوفق الجميع معاهم. ف هذه النقطة المقارنات. النقطة الثانية السلبية تبعد عنها قد ما تقدر. النقطة الثالثة المصداقية والأمانة مع المرضى. مريض يجيك تسوي له تنظيف بخمسين ريال وانت صادق معه، تأكد انه بيجيب لك مرضى ممكن تدخل منه 10,000 عن طريق الشخص هذا. ويجيك شخص تسوي له تركيبات ب10,000 وانت ما انت صادق معه وكلها ظلم، ممكن تطلع من عنده وتصدم على السيارة ولا تجيك غرامة ولا ما ادري ايش يصير لك وتطير ال10,000 كلها لا بركة ولا شيء، ولا يجيك حتى مرضى لانك جبت المصيبه فيه. فانت فكر اول شيء بالامانه والقسم اللي انت قسمته وابو الشغل اللي انت تشتغله. فالامانه والصدق بينك وبين المرضى هذه هي باب التوفيق. باب التوفيق بالعيادات الخاصه. ممكن انت شغال في العياده هذه وخويك شغال بالعياده الثانيه على نفس الشارع، انت اعلى منه بكثير. طيب ليش؟ في اسباب بما فيها التوفيق. في شيء رابع اللي هو التسويق. التسويق لازم تركز عليه. التسويق هو اللي راح يجيب لك كثير، سواء تسويق شخصي انت بنفسك او ان العياده قاعده تسوق لك. تطور من نفسك انك تسوي دائما عندك جدول، انا مسوي عندي في العياده هو اللي يبغاه ممكن يرسل لي ايميل او شرب سعادة، انا مسوي عياده العياده عندي جدول في برنامج بيكسل اكسل معليش، حط فيها اسم المريض، الشغل اللي انا اشتغلته ايش هو اللي هو تركيبات حشوات خلع زراعه تركي، والسعر حقها كم، واسم المريض. فاسبوعيا اشوف كم دخلت، اكثر الحالات اللي انا اشتغلتها ايش، كم عدد المرضى اللي جوني. فممكن الاسبوع هذا جوني 10 مرضى ما دخلت الا 500 ريال، الاسبوع الثاني جوني 10 مرضى ودخلت 5000 ريال. طيب معناته الاسبوع الاول في مشكله، ليش بس 500 على 10 مرضى؟ معناته في شيء، يا انه مثلا الحالات اللي جتني ما اشتغلها، او انه كان تعاملي معهم ما هو كويس عشان كذا ما دفعوا ولا استمروا معي. الحالات انا قاعد والله اشتغل كثير مثلا في علاج العصب، طيب التركيبات ليش ما سويت حالات انا ما اعرف فيها اروح اطور نفسي فيها؟ جوني كثير شو اسمه في التنظيف، طيب ليش قاعدين يجوني كثير بالتنظيف؟ لان التنظيف حقي كويس، فالناس قاعده تثق فيني وتجيني وتوصي علي. فهذا تحليل بينك وبين نفسك تسويه اسبوعيا، الجدول هذا يكون عندك، هذا من ضمن الاشياء اللي تطورك تساعد كثير. النقطه الخامسه والسادسه، تحاول قد ما تقدر انك تحتك مع الاشخاص الايجابيين. للاسف الشديد، للاسف الشديد اقولها مليون مره، ان الاشخاص الناجحين مشغولين، والاشخاص الفاضيين اللي ما عندهم شيء ماسكين تويتر والسناب والبرامج هذه وقاعدين 24 ساعه يغردون ويكتبون ويرسلون سنابات. فحنا نجي نبغى احد يساعدنا، نبحث او نتابع شخص نلقاه قاعد يتحلطم. فجيتك يا معين بكت عين، لقيتك يا معين لي فرعون، فقاعد يقلب عليك وقاعد يزيدك تحطيم زياده. الاشخاص الناجحين ما هم فاضيين انهم يساعدوننا، وهذه هي المشكله.
المفترض ان الاشخاص الناجحين قاعدين يساعدون، يسوون دورات، يسوون محاضرات، يسوون تواصل، يرسلون، ينزلون ثريد في التغريد في تويتر عشان يفيدون الناس فيها. الشيء هذا للاسف انه مو قاعد يصير. فالواجب على كل شخص انك تحاول قد ما تقدر تبحث عن الاشخاص الناجحين او الكويسين وانك تساعدهم، او انك تطلب منهم مساعده. دكتور انا جتني حاله فلانيه، دكتور انا محتاج الشيء الفلاني، دكتور انا ودي استفيد من الشيء الفلاني، دكتور في حاله كذا وابغى اخذ لها مقاس ولاني عارف كيف اسويه، دكتور في واحد حاجز عندي الاسبوع الجاي بسوي علاج عصب وش اسوي. فعادي تتعلم، ممكن يوصل عمرك 40 50 وانت تتعلم، ما عندك مشكله. لما تقول انا خلاص ماني بحاجه اني اتعلم، اعرف انك مت خلاص نهائيا، انتهيت. ولا تستحي ابدا انك تسال، لكن الواحد يستحي فعلا اذا اخطا. اخطا وهو ايش؟ هو اخطا وهو في مقدوره انه يقدر يتعلم ويقدر يسال. هنا هي المشكله. بالنسبه لرؤيه 2030، بس عشان ما انسى السؤال، بس اي بالنسبه للوظائف الحكوميه 2030 انهم يقولون يبون يسوونها خصخصه وانها تتحول لقطاع خاص المستشفيات الحكوميه. الشيء هذا علشان نفهمه ان الحين اغلب الوظائف انها تكون تشغيل ذاتي. التشغيل الذاتي ايش فكرته؟ انه عقد سنوي يتجدد تلقائيا. انت عقدك مع الوزاره السنه هذه، لما تخلص السنه يتجدد تلقائيا بدون ما ترفع اوراق بدون شيء. لكن الكلام انه على المدى البعيد لما تتخصص الوزاره تتخصص فتكون كقطاع خاص شوي، يعني في جديه اكثر. طبعا مو قطاع خاص بس تكون في جديه اكثر. فعندنا الدكتور فلان مثلا حق الزراعه وكويس، وعندنا الدكتور جي بي فلان كويس، خلاص بعد سنه بعد سنتين قاعدين نجدد معه. الدكتور فلان ما هو قاعد يشتغل صح، والشكاوى عليه كثير وما يخلص المرضى، والمواعيد عنده على 6 شهور 8 شهور قدام، ما هو قاعد ينجز. خلاص لما يخلص سنه نقول معلش نلغي عقدك والله يسر عليك. هذه هي الخطه. هل تطبق ولا لا؟ الله اعلم. ممكن ايه ممكن لا، بس انا اشرح لكم الفكره كيف. لكن هل تطبق ولا لا؟ هذه ما اتوقع، خصوصا بعد سالفه كورونا الحين، والدول اللي مسويه خصخصه للقطاع الصحي صارت فيها مشاكل، وحنا ولله الحمد بالقياده الرشيده صراحه انجزنا انجاز عظيم. ما اتوقع انه راح يطبق الشيء ذا، او يطبق لكن بطريقه ثانيه. ففكره الخصخصه بالشيء هذا، لكن هل يطبق او لا؟ الله اعلم. طيب من ضمن الاسئله، زادت الاسئله شوي. انا طالب لو يصير عياده خاصه مسموع، لما اجي اجدد الرخصه هل لازم اكون على راس العمل ولا لا؟ جدد الرخصه لها شروط، ان عندك عدد ساعات معينه، عندك اقل شيء 3 شهور خبره، اقل شيء 3 شهور خبره، هذه من ضمن الشروط حقتهم، وتدفع الرسوم. فتكون على راس العمل ولا لا، اهم شيء يكون عندك خبره 3 شهور. من اي ايش الافضل من ناحيه الدخل، جراحه وجه وفكين او جي بي؟ الله اعلم. لكن فيه مجله امريكيه نزلت عام 2017، اعلى دخل في امريكا للوظائف رقم 1 الجي بي، اخصائي التقويم رقم 4، التركيبات 7، علاج العصب اتوقع 9 او 12. الجي بي هو اعلى منهم كلهم. عندنا هنا بالسعودية الله أعلم، ما أدري صراحة إذا الجي بي أعلى ولا جراحة وجه وفكين أعلى. هل لما أقدم التاتشمنت بأي مركز يقبلوني، ولا يوجد شروط أيام معينة امتياز فقط 3 شهور مركز كامل؟ حيكون امتياز فقط 3 شهور. طبعا التاتشمنت لازم تكون بعد الامتياز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يكون 3 شهور 3 شهور أو 6 شهور متواصلة. ما ينفع 5 شهور وشهر، 4 شهور وشهرين، لا، 3 3 أو 6 مستمرة. الشرط الثالث انها تكون كلها في التخصص نفسه، ما ينفع 3 شهور تركيبات 3 شهور علاج عصب، لا، كل الستة تكون في علاج العصب. ما هو مشكلة انها تكون 3 شهور مثلا في الرياض 3 شهور في القصيم، عادي. الشرط الخامس انها تكون مكتوبة الكترونية بالفورم حقهم. النقطة السادسة انها تكون موقعة ومختومة. هل لهم شروط عشان يقبلونك ولا لا؟ على حسب المركز، في مراكز يحطون شروط في مراكز لا. طبعا يحطون شروط لان عندهم عدد كبير. هل اقدر اخذ دبلوم في علاج العصب والتلبيسات وانا طالب؟ ايه ليش لا، عادي تاخذ. بس الدبلوم هل هو معتمد ولا لا؟ انت بتاخذ دبلوم كسيفي، بس بتاخذه كاعتماد لازم تكون مخلص. فانت اذا تشوف ان الدبلوم تبيه كسيفي خذه وانت طالب عادي، لكن تقول انه لا ابغاه معتمد، هذا لازم تخلص الدراسه حقك وبعدين تاخذه. رأيي الشخصي لا تاخذ دبلومات وانت تدرس،
لما تخلص في الامتياز او بعد الامتياز خذ الدبلوم عادي، في الامتياز عادي، بس قبل الامتياز لا، لانك لسه ما خلصت المعلومات كلها، فما يصلح تضيع من وقتك، خلك في المعدل وركز عليها افضل. دكتور بالنسبه لاختبار الهيئه من وين نتجهز له ويا نذاكر؟ هذا موضوع كبير جدا، تواصل معي بالخاص وارسل رسالتك. دكتور كيف نأهل انفسنا عن التعامل مع المراجع واقناعها بالصح؟ طيب ساره، بالنسبه للسؤال ذا صراحه ما هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني الموضوع كبير، ممكن تتواصلين معي وساعدك في بعض النقاط اذا فيه نقاط يعني تبين تستفسرين فيها، لكن انه كذا بشكل عام ما في طريقه غير انك تكون صادق معه، تكون صادق ابدا ان انت والله عندك حشوات، والحشوات عندك تسوسات، التسوسات هذول لو ما عالجتها راح تزيد زياده وتحفر في السن، اذا حفرت في السن راح تلجا لعلاج العصب، ممكن ينجح ممكن يفشل، فعلشان تتجنب المشكله هذه كلها من الحين تبدا بعلاج العصب من بالحشوات. الحشوات بتكلفك مثلا مجموعه كلها 1500 ريال، لكن لو بتسوي علاج العصب السن الواحد ب 500 ريال بيكلفك تقريبا 4000 5000، فانت من الحين تبدا فيه، انت بكذا شرحت له وانت صادق معاه، تقدر تقول له مثلا التنظيف، التنظيف ترى كل 6 شهور لو ما سويت التنظيف بتسبب لك التهابات في اللثه، بيسبب لك روائح بالفم، بيسبب لك انحصار باللثه وبعدين تبدا تاكل في العظم تتحرك عندك الاسنان، فانت من الان تبدا فيه وتنظف، ولازم كل 6 شهور تسوي لك التنظيف هذا، التنظيف اللي عندك محتاجه عميق، فتكون صادق معها بالشرح كامل. القطاع الخاص الشرح للمريض اكثر من الشغل، ممكن تشتغل له بربع ساعه بنص ساعه، لكن تشرح له بساعه كامله عشان يقتنع بكل شيء ويبدا انه يستمر معك دائما. بليز دكتور كان يو سند مي ذا سكيدجول. طيب يا ليت بنزل الايميل حقي، بنزل الدكتور بعد شوي وارسله على الايميل لانه ما اقدر احفظ الايميلات الحين. طيب بالنسبه لاول 3 شهور دوام في العياده الخاصه راح يكون في راتب خلال الفتره؟ اي نعم لك راتب، لك نسبه، لك كل شيء على حسب العقد اللي انت وقعته. اذا قال لك العياده الخاصه ان 3 شهور راح تكون تدريب، 3 شهور هذه تكون تدريب تجربه وما راح يكون لك فيها فلوس، قل له لا معليش مع السلامه، انا من حقي اني اخذ فلوس ومن حقي انك تعطيني نسبه او راتب، اذا قال ما لك شيء قل مع السلامه. فانت تاخذ فيها، لكن المبلغ هذا هل هو يثبت معك ولا تغيره انت بعد 3 شهور تقرر. طيب انا انتين عادي اشتغل في الخاص كدكتوره او مخالف؟ لا مخالف لان ما معك رخصه. كفيت وفيت العفو. هل ايلتس راح يفيدني بعد التخرج؟ اي نعم كدراسات عليا راح يفيدك. ايش يختلف الجي بي عن الادفانس جي بي؟ الادفانس جي بي هذا انك الجي بي تشتغل اشياء بسيطه، الادفانس جي بي تشتغل شوي متخصصه بس، ولا هو نفس الحالات نفس الشغل نفس يعني ما كشغل ما بينهم فرق، بس انا زياده معلومات. كتصنيف يفرق، لما تكون جي بي تكون طبيب اسنان عام، لما تكون ادفانس جي بي تكون اتوقع انه اخصائي، اتوقع انك تكون اخصائي اللي يسمونه اخصائي طبيب اسنان متقدم او العلاج للاسنان المتقدم، فيكون تصنيفك اعلى شوي. دكتور بخصوص تجديد الرخصه اللي انت ذكرتها لازم 3 شهور خبره، لازم من مستشفى حكومي ولا عادي يقبلون شهاده خبره من عياده خاصه تدرب مع دكتور؟ كل الاثنين، عياده خاصه وحكومي عادي، بس اذا خاصه لازم تكون من التامينات الاجتماعيه، اذا حكومي لا عادي تجيب الورقه منهم انك اشتغلت معهم. الاتاتشمنت يكون عند اخصائي ولا عادي نائب اول؟ لا لازم اخصائي، لازم كونسلت مصنف من الهيئه ككونسلت استشاري مو اخصائي، في اشخاص قدموا الفتره اللي راحت ووقعوها من اخصائيين ولن قبلت لهم. طيب كيف نقدر نقدم وناخذ الدبلومات؟ على حسب الدبلومات اللي مقدمين، انا ما ادري في كثير دبلومات معلنين عنها مصنفه ما مصنفه ما ادري. كيف اقدر اطور من نفسي الثقه في الخلع؟ احس انه ما عندي ثقه في هذا القسم. ممكن تدخل مع دكاتره في حق الخلع اللي يسوون في مستشفيات حكوميه، او انك تدخل مثلا مع دكتور ثاني في العياده عندك، لما تجي عنده خلع تدخل معه. الخلع صراحه فيه رهبه وفيه خوف، هذا طبيعي جدا، فعشان تطوره ما ينفع انك تشوف مقطع فيديو تقول خلاص بروح اطبقه، لا هو ما هو برد سن تقول عادي ببرده، لا خلع فيه، فالافضل انك تدخل مع دكتور لازم عشان تطور من نفسك وبالثقه انك تدخل مع دكتور عاد في المركز حقك او في مستشفى عادي. كيف نقدر نتواصل؟ بنزل الدكتور بعد شوي باذن الله. يعطيك العافيه دكتور، ما قصرت بخصوص الاتاتشمنت، عادي تكون 6 شهور منفصله 3 شهور بعدين بريك 3 شهور؟ اي عادي. التدريب مع ساند يعطي 3000 ريال، هل اكتفي فيها واقدر اطالب بزياده؟ لا اعلم،
لان النظام ساند هذا جاي جديد وما عندي خلفيه عنه. كيف اخذ الادفانس سي في؟ الادفانس سي في هذه فيه مراكز هم اللي يقدمونها، عندك معهد الامير محمد عبد الرحمن دراسات العليا ومستشفى الحرس الوطني واتوقع كليه الرياض بس ماني متاكد، اللي جامعه رياض العلم اتوقع، هم اللي عندهم التخصص هذا اللي هو الادفانس سي في، يكون مدته سنتين ويفتحون في فترات يعني مثلا في شهر 8 في شهر 9 ما ادري متى يفتحون، بس لها اعلان. ممكن تكتب جوجل ادفانس سي في الجامعه السعوديه او في الرياض تلقى الاعلانات حقتهم. كيف نحصل على طبيب اسنان متقدم ونكون في الرخصه؟ زي ما قلت لازم تقدم وتدرس السنتين هذول بعدين صنف. ينفع الاتات من 6 شهور تصلح للتجديد في الرخصه؟ اي تصلح عادي. دكتور سم نوقف الاسئله ولا تقريبا على راحتك يعني، لان غالبا الاسئله تجي متكرره عن شيء انت جاوبته في المحاضره. كرر نعدي على طول. اوكي. خليهم يطلعون بالفائده كامله ابشر. الله يسعدك يكتب اجرك ان شاء الله. ينفع الاتات من 6 شهور؟ اي نعم. طيب دكتور اذا طلبوا في العياده الخاصه اشتغل اول 3 شهور بدون راتب؟ لا ترفض. تقول له معلش من البدايه نوقع العقد مبدئي وبعدين نشوف. افضل طريقه للدراسه لاختبار الهيئه، هذا موضوع طويل ما اقدر صراحه اشرحه هنا. ربي يفتح عليك، الله يوفقنا وياكم يا رب. دكتور عادي ياخذ الاتات من 6 شهور منفصله على تخصصين مختلفين؟ لا. اعيد مره ثانيه؟ لا. دكتور ريان او اي ريان، اعيد مره ثانيه، الشروط حقت الاتاتشمنت 6 شروط. الشرط الاول انها تكون 6 شهور متصله او 3 شهور 3 شهور منفصله في مركزين مختلفات، تمام. الشرط الثاني انها تكون جميعها الفتره هذه اللي 6 شهور او 3 3 في تخصص واحد. الشيء الثالث انها تكون موقعه من دكتور استشاري. الرابعه ان الفورم حقها معبأ الكتروني. الخامس انه موقع وموثق من المركز حق اللي انت فيه. السادس اتوقع انه معبب باللغه الانجليزيه مو عربي، اتوقع بس ماني متاكد، وهو موجود اصلا لما تدخل على الاتاتشمنت فورم الاتاتشمنت في موقع الهيئه راح يطلعوا لك الفورم الخاص فيهم ومكتوب تحت الشروط حقتهم اللي هو 6 و7 هذه. لكن ما ينفع 3 شهور في تخصص 3 شهور في تخصص، لا. طيب الحين تقريبا دقيقة، كيف أقنعهم يخذوني وأنا ما عندي خبرة؟ كثير رفضوني عشان كذا يبون خبرة. ما أقدر صراحة أجاوب على السؤال ذا. في دكتور فيصل الحدب كوتش حق طب أسنان موجود في تويتر، يتكلم دائما على مجال هذا اللي هو الإقناع، الخطة العلاجية إلى آخره. فأخت بشاير ممكن الشخص هذا هو اللي يفيدك بالنقطة هذه، لأن أنا ما عندي خبرة إني مثلا أقول والله ما ابي اتفلسف واقول كلام غلط صراحه وما ابي اظلمك، فشوف الدكتور فيصل لعله يفيدك. الاتاتشمنت ينفع 3 شهور في المستشفى و 3 شهور بالكليه؟ لا. 3 شهور في الكليه ما ادري عن الكليه صراحه، اذا هم كاتبين من ضمن الشروط انه مركز تدريب فالكليه ما تنفع، اذا انه ما كانوا كاتبينه لا عادي ينفع في الكليه، بس اتوقع انه ما ينفع في الكليه لا، لان الشروط انها بعد الامتياز مو خلال الامتياز. ايميلك دكتور بينزله بعد شوي. دكتور ايش الاتاتشمنت؟ اتاتشمنت انك تاخذ فتره تدريب بعد سنه الامتياز. ايش الفكره من التدريب هذا؟ انه يفيدك كسي في ويفيدك لما تجي تقدم على البورد السعودي، لما يكون عندك الاتاتشمنت الست شهور هذا بالشروط هذه راح يعطونك عليه نقاط اعلى. دكتور هل افضل لما اقدم مركز خاص ابين لهم ميولي اني اعرض حالاتي مثلا بالفيديو اكثر شيء لكن غيرها ما اصرح لهم؟ اي عادي جدا. وخصوصا نتكلم عن تخصص البيدو، ترى نادر جدا بالعيادة الخاصة البيدو، لأنه بعض العيادات يقول لك الأخصائيين حق البيدو أصلا حتى في الحكومة قليلين، فيجي في الخاص يقول لك نخلي الجي بي يتعامل معهم، والجي بي بعضهم يتعامل بعضهم يقول لا ما بي صراح صراخ حق البزران هذا وجع الراس فيرفضهم، فتبين لهم تخصص البيدو هذا راح يساعدك أكثر وكويس صراحة أشوفه، بس تحاول انك ما ترفض التخصصات الثانيه علشان ما تدخل في اشكاليه. اخذت تدريب في مركز لمده شهر وكنت فقط اوبزرفيشن، هل اطالب بالشهاده؟ ممكن تفيدني؟ ايوه ليش لا؟ طالب الشهاده وخذها. هل اقدر اخذ خبره تدريب كابولي كلينيك في كل الاقسام الضعيفه فيها مو في قسم معين؟ يعني هل المستشفى راح يقبل؟
يعني انت بتروح المستشفى الحين تقول مثلا ابي الاسبوع هذا في التركيبات، الاسبوع هذا في الجراحه، الاسبوع هذا يبغى لك شخص تعرفه عشان يساعدك، لانه نظاما ما هو موجود. يقول لك سنه الامتياز هو اللي تدرب فيها، انت الحين بعد الامتياز فنقبلك على ايش؟ يعني انت لا امتياز ولا اتاتشمنت، اتاتشمنت تكون في تخصص معين وامتياز انت خلصته فاقبلك على ايش؟ فهنا اذا تعرف احد هناك وتشرح له الموضوع ايوه بيساعدك. لكن نظاما كذا وفيه شيء واضح لا، ما في احد ينقبل بالطريقه هذه. يمن العافيه وياك يا بعدي. دكتور كمان لو كان عندي ادوات روتري هل اقدر استخدمها بالعياده او ان العياده مجبره توفرها لي؟ اذا عندك ادوات راح يحبون على راسك ويقولون شكرا لك، لانهم هم هو الافضل انك تطلب منهم يوفروا لك شيء الافضل، بس لو ما وفروا لك انت من عندك. كثير اشياء انا جبتها من عندي والزملاء برضه كثير، ومو بس عياده خاصه حتى الحكومي فيها نقص ادوات ومواد كثير، فالناس قاعده تشري من نفسها وتشتغل عادي. هذا مو غلط، انا والله حاب اسوي مثلا علاج العصب وحاب الاجهزه الفلانيه وما هم فرينا خلاص راح اشتريها واشتغلها. الشيء هذا راح ينفعني، انا ادفع الحين بالروتري 3000 ريال او 4000 ريال، لكن متاكد اني بشتغل لي 20 حاله 30 حاله 40 حاله بتدخل لي مثلا 20000 25000، دخلت المبلغ حقه اللي انا دفعته وبرضه استفدت زياده. ممكن لما تجيب انت ادواتك بنفسك تقول للعياده ان مثلا انها تكون مخصومه من المركز والمركز يشتري الادوات هذه. يعني انا جبت الحين روتري ب 3000 ريال، اقول للعياده هذا بستخدمه، بقول للمركز جيبوا لي جهاز روتري، يقول والله ما احنا قادرين، طيب هذا الجهاز انا جبت لكم بفلوسي انا، لكن لما يجي نهايه الشهر تعطيني المبلغ حقه وخلاص هو يبقى في العياده عادي. اذا ما صارت كذا ولا كذا انجيب الجهازه حقتك واشتغل فيها عادي. هل لما اكون اتاتشمنت في تخصص معين وقدمت بورد في تخصص ثاني هل بيفيدني؟ لا ما راح يفيدك، لازم في التخصص اللي انت تبغاه. هل التاتشمنت بيزيد نقاطي او الساعات في الهيئه او يفيدني كخبره يقبلون الهيئه في تجديد رخصه القطاع الخاص كورقه علميه خبره؟ القطاع الخاص يقبل كخبره. هل يزيدك في النقاط التقديم على البورد؟ اي نعم يزيدك. هل يزيدك ساعات في الهيئه؟ لا ما راح يزيدك ساعات. يزيدك كخبرة لما تجي تجدد الرخصة؟ اي نعم يزيدك. فكل الاسئلة انت سألتها هذه دكتورة نورة ايوه يساعدك، الا سالفة الساعات حقت الهيئة ما يقبلونها، ما راح يفيدك فيها. اتوقع تقريبا خلصت جميع الاسئلة، اتمنى لك التوفيق. طبعا الدكتور بينزل الحين بيانات التواصل تبعي، واي شخص عنده سؤال او استفسار او شيء يتواصل معي وباذن الله اني ما اقصر بشيء ابدا. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، شكرا على التجاوب على الأسئلة. طبعا في بعض الأسئلة دكتور اللي كانوا يسألون مثلا عن الحكومي وتفاصيله، احنا إن شاء الله نعلم في الأيام الجاية عن محاضرة مع الدكتور مثنى ممكن نتكلم عن القطاع الخاص. في النهاية شكرا جزيلا دكتور، معلش تعبناك معنا، وزي ما قال الدكتور إن شاء الله الأشياء والملفات اللي قال عنها الدكتور والإيميل راح ننزلها لكم إن شاء الله في حساب تويتر اللي بيكون في حساب الدكتور وفي إيميل إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، ما قصرت. يعطيك الف عافيه، والله يوفقنا اياك انك تبقى اجرك يا رب. اللهم امين الجميع. شكرا لكم على الحضور جميعا، الله يعطيكم العافيه.